يعني خطر كبير على دفاع مولودية جمعية شلف. إذا وكرة من هناك لصالح محمد مسعود، محمد مسعود خطيرة، خلف لصالح جمعية شلف في مكان صعب بالنسبة للحارس الهواري جميلي. ها هي الإعادة، كانت عرقلة واضحة. شغبالة، لاعب شغبالة، راح تكون مخالفة صعبة بالنسبة للحارس هواري جميلي. أمامكم على الصورة 27 سنة ويوجه في الحائط البشري. هل راح تكون هذه فرصة تعديل النتيجة خاصة في ظل تواجد اللاعب محمد مسعود صاحب الاختصاص الذي بدأ يعود إلى مستواه بعد الإصابة التي حرمته من الملاعب لمدة شهرين قبل مرحلة الذهاب؟ محمد مسعود خطيرة، ولكن تصطدم الكرة في الحائط البشري، ثم حاول ثانية مباشرة إلى التماس ورمية جانبية لصالح جمعية شلف في التنفيذ. عربة، عربة كرته طويلة مباشرة في منطقة العمليات، والدفاع يبعد الكرة. بس جمعية شلف تحاول تضغط في هذه اللحظات من أجل تعديل النتيجة. نور الدين دهام يتقدم ويستفيد من مخالفة من أمام مرأة الحكم السيد زهوي أبو بكر. ٢٣ دقيقة من زمن المرحلة الأولى بين جمعية شلف ومولودية الجزائر. مخالفة في التنفيذ، زازو زكريا. شاهدوا صعود جل عناصر جمعية شلف، رقابة لاصقة على جل اللاعبين. زازو، زازو سمير، كرة دائرية مباشرة من هناك، والدفاع يتدخل، وهناك رايا من الحكم المساعد الأول، والانطلاقة من هناك. دائما الكرة في وسط الميدان، كثرت المخالفات في هذه الأثناء. الصراعات الثنائية، كل فريق يريد أن يستحوذ على معركة الوسط. شغبالة، أقصاص شغبالة مرة ثانية. فريق مولودية الجزائر يحاول تهدئة الأمور، لكن الكرة تجاوزت خط التماس، ورمية جانبية لصالح جمعية شلف. زازو، حدوش بنطوشة، فريق جمعية شلف يعتمد كثيرا في بناء الهجمات على الرواق الأيسر، خاصة هنا يتواجد كل من زازو مسعود ليلعب نوعا ما على الجهة اليسرى، بالإضافة إلى حدوش زكريا. ركنية لصالح جمعية شلف. دائما 5-6 لاعبين من قبل الجمعية في منطقة مولودية الجزائر. العودة إلى الخلف من دهام، نعاس عربة، كرته طويلة مباشرة ناحية محمد مسعود قائد جمعية شلف. عربة، هناك يأتي له حدوش زكريا، يغير الجهة مباشرة إلى الرواق الأيسر أين يتواجد زازو. شوف رقابة لاصقة من جانب عناصر مولودية، يفرضون رقابة على عناصر جمعية شلف في منطقتهم، والكرة من هناك
مباشرة إلى 50 أو إلى الركنية. ركنية لصالح جمعية شلف بالتنفيذ. محمد مسعود أمامكم على الصورة، هداف البطولة نور الدين دهام بثمن أهداف، يبحث عن هدفه التاسع اليوم في هذه المباراة. مخالفة لصالح دفاع مولودية الجزائر بعد احتكاك الذي كان بين الحارس جميلي والمدافع نانا بدرو. شهدناش ردة فعل قوية من جانب جمعية شلف بعد تسجيل الهدف الأول من أكساس، ورغم تهطل الأمطار إلا أن الأنصار لا يزال يتوافد على مركب محمد بومزرق بمدينة شلف كما توضح الصورة مع المخرج حسين بن عطا. هي التغيير، التغيير الاضطراري لفريق شلف أثر كثير على فريق جمعية شلف، لأن كما نعلم اللاعب زوج محمد يلعب كمدافع يسترجع كل معظم الكرات في الوسط، ودخول علي حاجي، لأن نرى الآن علي حاجي كمعروف كيلعب على الأجنحة، إذن كان هناك اختلال في التوازن في وسط الميدان لفريق جمعية شلف، رغم أن حدوش الآن يلعب في وسط الميدان، ولكن خروج زوج أثر كبير على توازن وسط ميدان فريق جمعية شلف. ممكن أن الكرة الطويلة لا تجدي كمعروف، لأن فريق محور فريق مولودية وران يلعب مليح يعني بالكرات الرأسية، ممكن أن الكرات القصيرة والكرات على الأجنحة تكون حل من الحلول يعني في المقابلة. نلعب الدقيقة 28 من زمن هذه المرحلة الأولى بين جمعية شلف ومولودية الجزائر. أكساس يمر من هناك ناحية صبري غربي، يلعب اليوم ضد فريقه السابق جمعية شلف. شقبالة استنجاد بالحارس جميلي، كورته طويلة مباشرة ناحية الأمام أين يتواجد جليت ثم صبري غربي. ولي مرر من هناك بالعقب ناحية جليت، حدوش زكريا. دائما فريق جمعية شلف يجد صعوبة كبيرة في بناء اللعب، يجد صعوبة كبيرة في البحث عن المساحات الشاغرة، يجد صعوبة كبيرة في التقدم ناحية الأمام مما يجبره على لعب الكرات الطويلة التي لم تجدي نفعا لحد الآن. هذا يرجع للانتشار الجيد لعناصر مولودية الجزائر فوق أرضية الميدان. عناصر المولودية غلقت جميع منافذ اللعب. حقيقة فريق مولودية العاصمة يلعب بحوالي 4-5 لاعبين في وسط الميدان، وحتى يعني تغيير المناصب حتى فريق مولودية العاصمة نرى بأن اللاعبين يغيروا المناصب ويبحثوا عن كل ما تكون منطقة شاغرة، ولا تسيب لاعب يحاول أن يغلق هذيك يعني هذاك الاسباس، يعني هذا شيء مهم جدا. فريق رتم فريق مولودية العاصمة الآن رتم ضعيف، وهذا اللي هو لكسر رتم فريق جمعية شلف اللي تريد أن تعطي أكثر سرعة، ولكن نرى فريق جمعية شلف يريد أن يلعب الكرة الطويلة، وهذا ماهوش حل من الحلول، وحتى يعني رتم المباراة راه رتم ثقيل. يعني نسق المباراة نسق منخفض، الآن لم نشاهد الكثير ما عدا لقطة الهدف التي جاءت عن طريق هفوة دفاعية في دفاع جمعية شلف، وكان المدافع أكساس هو من افتتح مجال التهديف. نذكر لمن التحق بنا في هذه الأونة بأن المباراة تجمع بين جمعية شلف ومولودية الجزائر المتفوقة لحد الآن بعد مرور 31 دقيقة من زمن المرحلة الأولى ب
بهدف المدافع أكساس الذي تمكن من افتتاح مجال التهديف في الدقيقة 19. تماس لصالح مولودية الجزائر في التنفيذ زغدان لاعب سيدون السابق، كرة من هناك دائما لصالح صبري غربي. صبري غربي لكن نانا بدرو الحكم السيد زهوي بنكر يقول مخالفة لصالح دفاع جمعية شلف. نعاس كورته طويلة مباشرة إلى 5.50 لصالح جمعية شلف التي تبحث عن تعديل النتيجة في هذا الثلث الأخير من زمن المرحلة الأولى. وكرة طويلة من هناك، أين يتواجد محمد مسعود؟ محمد مسعود يمرر ناحية دهام، دهام يغير تماما الجهة لكن الكرة تمر مباشرة إلى التماس. سمير زازو ملحقش على الكرة الماضية، التماس لصالح دفاع مولودية الجزائر في التنفيذ المدافع الأيمن حشود عبد الرحمن، دائما أخذ ورد في وسط الميدان. عربة أو شرشار نانا، كرته من هناك ناحية كريم علي حجي، قابل ثقة مفروضة على جل لاعبي جمعية شلف. شاهدوا فريق مولودية الجزائر يلعب بكتلة دفاعية، الجميع يدافع لما تكون الكرة عند المولودية، الجميع ينطلق ناحية الأمام. هناك احتجاجات، الحكم السيد زوي يطلب تنفيذ الخطأ من مكان وقوعه، مخالفة في التنفيذ بنطوشة. كرته طويلة مباشرة ناحية دهام لكن الدفاع يتفوق عليه، ولي ما يمرر ناحية قاسم مهدي، رحمن حشود، ولي شود كرته طويلة مثل ما جاءت مباشرة ناحية الأمام. أين يتواجد في القاطرة الأمامية جاليك معسول؟ ماذا هناك؟ ماذا يقول السيد الحكم جميلي؟ يريد امتصاص بعض اللحظات. مدرب إغيل مزيان على الصورة غير راضي على أداء تشكيلته لحد الآن. الهدف هذا اللي كان في العشرين دقيقة الأولى أثر كثير على فريق جمعية شلف من الناحية المعنوية، لأن البداية كانت ممتازة لفريق جمعية شلف، وهذا هو يعني ضعف اللاعبين، يعني اللاعبين اللي عندما يكون يسجلوا عليهم هدف كيفية الرد من ناحية، أولا من ناحية التكتيكية ومن ناحية التقنية وكذلك من ناحية بسيكولوجية. ولهذا يعني اللاعب الجزائري ولا مسجل عليه هدفين، لين وين نشوفوا يعني الرجوع في النتيجه، فوز 3-3 2 او 4-2، وهذا هو الجانب اكثر من الجانب السيكولوجي اكثر من جانب اخر. اذا المقابله ما زالها طويله، نرى بان فريق اللاعبين دخلوا شويه في النرفزه، ممكن بهذه الطريقه هذا هو طريقه اللي ممكن ان تكون حل من الحلول بالكرات السريعه والكرات في وسط المحور فريق مولودية العاصمة، وكذلك القطف من بعيد ممكن يكون حل من الحلول. إذا المقابلة ما زالها طويلة، ممكن أن الشوط الثاني يكون أحسن، لأن فريق مولودية العاصمة الآن يلعب خطة دفاعية محضة ويريد أن يكون
يرجع يعني بالهجومات المعاكسة والتكتل في وسط الميدان والدفاع. فريق شلف حتى الآن لم يجد الثغرة، لم يجد الحل، بإمكانه أن التريوت ويكون ذكي في تمركز اللاعبين، بإمكانه أن يرجع في المباراة. وجمعية شلف يبحث عن تعديل النتيجة قبل الالتحاق بغرف تبديل الملابس، تبقى تفصيلنا حوالي 8 دقائق على نهاية المرحلة الأولى. جمعية منهزمة فوق أرضية ميدانها وأمام أنصارها، أمام فريق مولودية العاصمة. الهدف حمل توقيع المدافع أمين أقصاص في الدقيقة 19. رتم المباراة منخفض، كل فريق يريد الضفر بنقاط هذه المباراة، كل فريق يريد اليوم كسب الرهان. لحد الآن المولودية هي من المتفوقة والانطلاقة. جمعية شلف تحاول الانطلاقة من وسط دفاع مولودية الجزائر، ولكن توزيعة كريم علي حاجي بدون عنوان مباشرة إلى 5.50 أمتار لصالح الحارس جميلي. صالحي كورته مباشرة مثل ما جاءت. الآن لم نشاهد الكثير في هذه المباراة بعد لقطة تسجيل الهدف. فريق مولودية الجزائر لاعبيه منتشرين جيدا فوق أرضية الميدان ويصعبوا من حامل الكرة، صعبوا مأمورية حامل الكرة من قبل فريق جمعية شلف. نلعب تحت الأضواء الكاشفة وتحت تهاطل الأمطار على مدينة شلف. حشود كورته طويلة مباشرة، كادت تباغت الحارس صالحي، لكن كرة حشود علت العارضة الأفقية. ثقة عندما تكون متواجدة عند اللاعب ممكن أن يقذف من 40-50، يعني هذا الآن أصبح حشود الثقة اللي اكتسبها طيلة هذه البطولة والأهداف اللي سجلهم يعني عبر القذفات المباشرة، ممكن أن يسجل من 30-35، لأن الفكر الآن تاعو الثقة اللي أصبح يكتسبها أصبحت كبيرة. فريق جمعية شلف عندما يلعب بالمثلث مسعود كرة خطيرة من هنا، خطيرة صعبة، والدفاع يتدخل عن طريق أمين أقصاص. تزال الكرة دائما لصالح جمعية شلف. عربة يحاول المرور عن طريق المراوغة، ما تمكنش من المراوغة، يتفوق عليها الدفاع عن طريق زغدان، لكن الكرة تعود لصالح زازو، يمرر من هناك ناحية حدوش زكريا، يتفوق عليها قاسم مهدي، يمرر من هناك. دائما نقلات وتمريرات بين عناصر المولودية، كانت فرصة صعبة بالنسبة لفريق جمعية شلف. هي الإعادة، التوزيع محمد مسعود هنا ملحقش على الكرة، والتغطية الدفاعية كانت من أمين أقصاص الذي أبعد الكرة وأنقذ فريقه من هدف محقق. كرة أخرى لصالح الجمعية الشلفوية، والدفاع يتدخل ويبعد الكرة مباشرة إلى التماس. الجمعية تريد تعديل النتيجة في هذه اللحظات، تريد الضغط في هذه اللحظات الأخيرة من زمن المرحلة الأولى. زازو يمرر من هناك ناحية شرشار العودة مباشرة إلى الحارس صالحي. كورتو راح تكون طويلة مباشرة ناحية الأمام أين يتواجد كريم علي حاجي، والحكم السيد زووي يقول مخالفة لصالح دفاع مولودية الجزائر.
جمعية سلف شاهدنا في الثلث الأخير من زمن هذه المرحلة الأولى بدأ يلعب كرة في الأرض ويعتمد على الثنائيات والثلاثيات خاصة بين محمد مسعود دهام وكريم الياني وكذا اللاعب حدوش زكريا بدأ يصنع الخطر والانطلاقة من هناك لصالح مولودية الجزائر والحكم السيد زووي يقول مخالفة بعد عرقلة اللاعب صبري غربي ليعود اليوم للتشكيل الأساسي لفريق مولودية الجزائر ومخالفة لصالح المولودية الهدف الأول جاء إثر كرة ثابتة كان نفذها عبد الرحمن حشود دائما صاحب الاختصاص في تنفيذ الكرات الثابتة وراء الكرة جدار البشري يتكون من ثلث لاعبين عبد الرحمن حشود كرته راح تكون دائرية ومباشرة في أحضان الحارس صالحي لم تشكل خطرا على مرمى الحارس صالحي هنا لقطة نرفزة من شوف هنا كان دفع من ملياني كريم على ولي والحكم السيد زووي يشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب جمعية شلف كريم ملياني مع مرور اللحظات والدقائق بدأت عناصر جمعية شلف تتقلق نوعا ما في هذه المباراة خاصة أنه انهى من هزمة بنتيجة هدف دون رد لحد الآن فوق أرضية ميدانها وأمام أنصارها جمعية شلف لم تذق طعم الفوز منذ جولتين كل فريق اليوم يريد تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التصالح مع الأنصار كرة من هناك نور الدين دهام نور الدين دهام ماذا هناك ماذا يقول الحكم يقول ركنية لصالح دين دهام يقول ركنية ها هي الإعادة راح نشاهد هنا الله لا يمكن من الزاوية هذه لا يمكن أن نحكم عليها ب لكن نية لاعب فريق مولودية العاصمة كان يريد يلعب الكرة ولكن يبقى التقدير الأول والأخير للحكم في ولا سيما في ضربات الجزاء خلفة أخرى لصالح جمعية شلف في الثواني الأخيرة من زمن الوقت الرسمي جميلي وجه الحائط البشري هناك بطاقة صفراء في وجه اللاعب عنتر بوشريط كثرت البطاقات في هذه الأثناء بدأ القلق يسود في نفوس اللاعبين من الجانبين مخالفة لصالح جمعية شلف تنفيذ محمد مسعود شاهدوا عودة كل عناصر مولودية الجزائر ما عدا المهاجم جاليت محمد مسعود كورتو مباشرة ناحية الأمام تدخل من الدفاع ومخالفة أخرى لصالح جمعية الشلف دقيقتين من الوقت بدل الرائع من عمر هذا الشوط الأول وكان أشار إليها الحكم الرابع السيد بوسعيد بن القاسم إذن مخالفة لصالح جمعية شلف نلعب الثواني الأخيرة ربما راح تكون آخر محاولة لصالح فريق جمعية شلف
محمد مسعود كورتو دائرية مباشرة من هناك في أحضان الحارس جميلي. دائما لا تزال الكرة لصالح فريق مولودية الجزائر. يتواجد زغدان من هناك، زغدان مرر والانطلاقة لكن مخالفة لصالح نصر مولودية الجزائر في هذه اللحظات الأخيرة من زمن المرحلة الأولى. مخالفة لصالح مولودية الجزائر في هذه اللحظات الأخيرة. دائما في تنفيذ الكرات الثابتة عبد الرحمن حشود. تشاهدوا هنا أمامكم على الصورة الحارس صالحي يوجه الحائط البشري الذي يتكون من ثلث لاعبين. شاهدوا أربع عناصر من جانب مولودية العاصمة. كرة دائرية خطيرة صعبة والحارس صالحي يتألق ويبعد الكرة. شوف هنا كانت كرة دائرية مباشرة في الزاوية البعيدة والحارس صالحي يتألق ويبعد الكرة مباشرة إلى الركنية. وفي هذه الأثناء الحكم السيد زووي يعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتفوق مولودية الجزائر. نعم وسيلة، بجانب اللاعب نور الدين دها من أولمبيا شلف. نور الدين، كيف تقيم الشوط الأول؟ احنا ما دخلناش في المقابله كما ينبغي وفريق المولوديه باغتونا بهدف. نسيو ان شاء الله دوزيام ميطون اون في الماكسيموم باش نعدلوا النتيجه وبوركوا با الفوز ان شاء الله. ممكن الهدف اللي تلقيتوه في الدقيقه 20 يعني من الشوط الاول هو اللي شويه هذاك الهدف هو اللي باسكو لي جوار تاعنا كانوا مونك دو كونسونطراسيون سي بور سا تسجل علينا هذاك الهدف. نسيو ان شاء الله باش نعودوا في المباراه ان شاء الله. شكرا نور الدين. إذن شوط أول انتهى بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق مولودية الجزائر، الفريق الضيف الذي تمكن من افتتاح مجال التهديف في الدقيقة 19. الهدف حمل توقيع المدافع أمين أكساس. مولودية الجزائر اليوم لعبت بكل ذكاء وسيرت الأطوار المرحلة الأولى. كشوط أول فريق مولودية العاصمة أولا ما جاش يدافع، هذا الشيء اللي تمسناه منذ بداية المقابلة. ها هي لقطة. نعم. الهدف التي سجل على إثرها المدافع أكساس الهدف الأول والوحيد لحد الآن في هذه المرحلة الأولى. نعم عبد الكريم، كنت نقول بأن فريق مولودية العاصمة رغم الغيابات غيابات لكن أظن عنصر مفاجأة ممكن أن فريق جمعية شلف كان ينتظر أن فريق مولودية العاصمة قد يلعب بطريقة دفاعية محضة، ولكن كان شيء مغاير للخطة اللي وضعها المدرب بوعلي أن لعب بخطة أقول هجومية ولا سيما تمركز اللاعبين في الكتلة اللي كانت متواجدة في وسط الميدان. فريق مولودية العاصمة التمسنا ارتياح اللاعبين، يلعبوا بكل ارتياح، لعبوا يعني بكل ثقة وهذا شيء جميل يعني رغم المشاكل اللي تعرض فيها الفريق. جمعية شلف كان دخل المقابلة بقوة، كان يلعب بلعب يعني في وسط الميدان على الأجنحة، ولكن خروج اللاعب المصاب زاوج أثر كثير على الفريق رغم دخول علي حاجي، ولكن اللعب بطريقة بالكرة الطويلة لا يمكن أن تكون له نتيجة إيجابية لأن فريق جمعية شلف المعروف يعني بالمثلث اللي كان يلعب به يعني كل المقابلات والدخول في محور دفاع الخصم ممكن نرى هنا في هذه اللقطات وجود اللاعبين يعني فريق جمعية شلف، الضغط على حامل الكرة من فريق مولودية العاصمة كما نرى في هذه اللقطة. دائما هناك ثنائيات اللي كانت متواجدة، فريق مولودية العاصمة لعب بذكاء، كان يستحوذ على الكرة في وسط الميدان و
اهميه يعني المباراه كانت حتى شاهدنا يعني صراعات ثنائيه في وسط الميدان بين بوشريط وقاسم مهدي وحتى صبري غربي من جانب مولوديه الجزائر والبنطوشة وملياني وحدوش من جانب جمعيه تلف. كان هناك صراع على الاستحواذ على وسط الميدان. هي كانت معركة وسط الميدان يعني بالدرجة الأولى، لكن فريق مولودية العاصمة عرف كيفاش يزيد في العدد يعني سوبيريتي نيميريك يعني في وسط الميدان، وكان تغيير المناصب حتى نرى بين اللاعبين المولودية غيروا المناصب تاعهم. فريق جمعية شلف رغم أن عنده كانت ممكن أن يلعب بكرة أسرع، لأن فريق جمعية شلف عندما ينطلق بكرة سريعة وبكرة يعني الكرات البينية يكون أكثر صعوبة، لكن الكرة الطويلة لا تمثل يعني يعني شاهدنا فريق مولودية الجزائر الخطورة كانت من جانب أو عن طريق الكرات الثابتة التي استفاد في واحدة منها وتمكن من تسجيل الهدف. أصبحت يعني قوة ضاربة لفريق مولودية العاصمة واللاعب حشود، لأن إذا ما يسجلش يجيب هدف، يعني لأن كيفية الضرب وتسديد الكرة خاصة هذه المحاولة الأخيرة التي تألق الحارس صالحي في إبعادها إلى الركنية. حقيقة يعني كل الكرات، ونرى حتى يعني الكرات تاعو ما تضربش الجدار، جدار الخصم، يعني طريقة التقنية كيف يخرج الكرة على الجدار ويضربها داخل يعني محور الدفاع، هذا هي قوة يعني تسديدات اللاعب حشود عبد الرحمن. وشاهدنا فريق جمعية شلف اللي ما دخلش يعني كما عودنا في المقابلة، وكان يعتمد على الكرات الطويلة، ولكن في الثلث الأخير من زمن المرحلة الأولى بدأ يعتمد على الثنائيات كما توضح الصورة، وعلى الثلاثيات بين محمد مسعود دهام وحدوش زكريا التي أتت وصنعت بعض الخطورة على دفاع مولودية الجزائر خاصة في محور الدفاع. الحقيقة يعني عندما فريق جمعية شلف ولا سيما المثلث ملياني مسعود وكذلك بنطوشة يلعبوا بكرة سريعة ويلعبوا في محور الدفاع فريق مولودية العاصمة تكون خطورة. إذن هي قضية ريتم اللي أراد فريق مولودية العاصمة كسره يعني بلعب بطريقة يعني أثقل. فريق جمعية شلف راه الآن في فخ الريتم اللي ماهوش معروف به، وحتى المباراة اللي إذا نرى المباراة الأخيرة لفريق جمعية شلف أن عندما يزيد في الريتم المقابلة هناك تكمن خطورة جمعية شلف واللاعبين بالسرعة تاعهم، ولا سيما يعني ذكاء تمركز دهام في هذه اللقطات ممكن يكون حل من الحلول. كذلك شاهدنا في هذه المباراة يعني عدم صعود المدافعين الأيمن والأيسر من الجانبين. فريق يعني كما لعب حشود يعني اعتدنا مشاهدته يصعد لمساندة الهجوم، ما شاهدناش حشود كثيرا في الأمام. في الجهة المقابلة لنعاس عربة اللي يعتمد عليه اليوم المدرب إغيل مزيان ما صعدش كثيرا لتقديم الكرات السانحة وتموين المهاجمين. واحد مقابل صفر والتعليمات المدرب حتى في بداية المقابلة، لأن كما تفضلت يعني من قبل تكلمت على بعض الغيابات تاع مولودية العاصمة. إذن عنصر يعني لا بريدونس يعني من فريق مولودية العاصمة هو اللي، لكن سعود زازو في الرواق عفوا عبد الكريم، فقط معي كريم غازي من مولودية الجزائر اللي يعني كان غايب اليوم عن هذه المباراة، وأيضا كنت غايب في المباراة الفارطة، ممكن تكلمنا عن الإصابة تاعك؟ بون بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كنت غايب أمام اتحاد العاصمة وين غبت ثانية المباراة تاع اليوم أمام جمعية شلف. كانت عندي الإصابة في عشر دقائق الأولى مع في كأس الجمهورية مع فريق حجوت،
الحمد لله اصابه ماهيش خطيره، سي تون كيما نقولوا تي تي لونغاسيون. ان شاء الله لا سيمان هذه لوندي وماردي نبدا ان شاء الله نجري ونبدا لي زونطريمون تاعي بلو نورمالمون ديما. تكلمنا على الغيابات لانه ايضا اليوم مولود الجزائر يعني كان عن سجلت 6 غيابات، يعني هذا الشيء يعني في رايك يعني اثر شويه على مردود المباراه تاع اليوم لحد الان، حتى ولو انه المولوديه راهي يعني متفوقه بهدف مقابل صفر لحد الان. بون ما نخبيش عليك، بون 6 لاعبين اساسيين مهمين في الفريق اللي راهم غايبين، وحنا عندنا ثقه تامه في اللاعبين الزملاء تاعنا، وان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله، وما يخيبوش الامل ان شاء الله تاع الانصار اللي حضروا بقوه. ان شاء الله هذا كيما نقول لك مقابله تاع 6 نقاط، رانا متفوقين على النتيجه، ان شاء الله الشوط الثاني ندخلوا بنفس الاراده، ان شاء الله نكونوا في المستوى في الشوط الثاني ونكملوا المباراه ان شاء الله ونفوزوا بثلاث نقاط اللي هما مهمين قبل مقابله الصيف. كريم غازي، كيفاش تقيمنا لحد الان الشوط يعني الاول؟ الشوط الاول الحمد لله ليسونسيال كيما نقول لك حنا اون ماركي، وين كنا نحوسوا ماركي لي بريمي، ربي وفقنا، ومقابله ماشي حتكون سهله في الشوط الثاني. نشوف بلي الزملاء تاعي راهم عندهم اراده كبيره ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله الحد يكون معنا في الشوط الثاني باش نكونوا ان شاء الله خير من الشوط الاول. شكرا كريم غازي. اذا طه الكل اليوم كما قلنا في بدايه وقبل بدايه مباراه اليوم الكل يبحث عن كسب النقاط، اذا اليوم راه كما يقولوا لا كورس لا شاس ماتش اسيب يعني نعم مباراه لست نقاط طه. نعم وهو كذلك كل فريق يبحث عن الظفر بنقاط هذه المباراة. انتهى الفصل الأول من هذه المواجهة بتفوق مولودية الجزائر بنتيجة هدف دون رد. نعم تريد طرح سؤالي كريم غازي أو يعني نخليه يروح إلى غرف التبديل؟ نعم وسيلة إن كان عندك سؤال أنت إن كان إن كان هناك يعني لاعبين آخرين بإمكانك التدخل في أي لحظة. شكرا شكرا كريم. بارك الله. نعم كما كنا نقول يعني لفريق مولودية الجزائر لحد الآن في هذا الفصل الأول من هذه المباراة متفوق بنتيجة هدف دون رد، مباراة لم نشاهد فيها مساحات شغيرة وكانت هناك بعض الفرص قليلة جدا، وهي مباراة تكتيكية بين التقنيين فؤاد بوعلي وإغي المزيان. حقيقة يعني مدرستين فؤاد بوعلي وإغي المزيان، لكن يجب إشارة أن اللعب الآن أصبح لعب مغلق يعني من الفريقين، وهذا لحتمية النتيجة. وكما قلت في بداية المباراة هي مقابلة لعب على الأصاب، لأن حتى الآن رأينا في 20 دقيقة الأخيرة لاعبين جمعية شلف أصبحوا أكثر نرفزة، أصبح الإنذارات كثيرة للفريقين. فريق الشوط الثاني ممكن يكون مغاير تماما على الشوط الاول، لان كقراءه والملاحظات اللي كانت الامطار لا تزال تتهطل على مدينه شلف كما توضحه الصوره. الملاحظات المدربين للشوط الاول ممكن يكون تغييرات في في في, في الخطه، ممكن يكون تغييرات حتى في اللاعبين، لان النتيجه مهمه للفريقين. يبقى عنصر المفاجأة عنصر التركيز، ولا سيما التحضير البسيكولوجي، لأن الفريقين مروا بمرحلة صعيبة في هذا الأسبوع، ممكن أن الثقة لازم تسترجع للاعبين، لأن 45 دقيقة ممكن فريق يسجل 3 أهداف 4 أهداف، وهذه كرة القدم. يعني ما هي الحلول بالنسبة لفريق جمعية شلف؟ والله الحل الأول هو الثريوت. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. التغييرات في صفوف مولودية الجزائر من أجل المحافظة على النتيجة. والله حتى الآن يعني مقابلة فريق مولودية العاصمة، اللاعبين وتمركز اللاعبين حتى الآن يعني يسيروا المقابلة بذكاء، ولا كذلك يعني تمركز اللاعبين، لعب بأربعة لاعبين في وسط الدفاع، وجود جليط إلا في الهجوم، وتحركه يعني كان أثر كثير على دفاع فريق جمعية شلف، تحركاته على اليمنى وعلى اليسرى أثر كثير على فريق جمعية شلف. إذن أظن فريق مولودية العاصمة ما يكونش تغيير إلا يكون تغييرات اضطرارية، ولا كذلك ربح في الوقت عندما يكون نهاية المقابلة، لأن الفريق متماسك في خطوطه الثلاث. نعرف أنه فريق جمعية شلف يعتبر أحسن دفاع في البطولة لحد الآن، ولكن اليوم تلقى كرة هدف إثر كرة ثابتة. هذا هو ضعف الدفاع، عندما يكون دفاع قوي ومتماسك في خطوطه الثلاث، ولا سيما الدفاع بعشرة لاعبين، يبقى الهفوات تبقى في الكرة الثابتة، لأن نعرف كل الفرق اللي عندها الدفاع كبير ويعني وعنده توازن، الهفوات في الركنيات أو في الكرة الثابتة. ربما حتى غياب المدافع الخضاري والمدافع سمير زاوي كان أثر، يعني يأثر على التشكيلة. اليوم كنا ننتظر دخول زاوي اللي عنده قوة وعنده يعني وزن كبير، ولا سيما من ناحية البسيكولوجية الفريق، لكن غيابه أثر. نظن التأثير الأكثر كان خروج اللاعب زاوج، لأنه هو اللي يدير التوازن في وسط ميدان فريق جمعية شلف. دخول حالي حجي ما كانش عنده ظهور إيجابي حتى الآن، لعب على الجهة اليمنى، لكن كانت تمريراته ولا تمركزه على الجناح الأيمن ما كانش عنده يعني دور إيجابي. يبقى الآن الحلول تمكن عند المدرب إغيل في تغيير بعض اللاعبين أو تغيير حتى الخطة. حتى في الجهة المقابلة بالنسبة لفريق مولودية الجزائر، اليوم شاهدنا عودة كل من جغبالة، صبري غربي ووالي، هذان هؤلاء اللاعبون اليوم عادوا إلى التشكيل الأساسي، ربما هي فرصة إليهم من أجل أن يكسبوا ثقة المدرب فؤاد بوعلي. حقيقة يعني كما قلت أن كرسي الاحتياط لعب دور كبير، لأن الفرق اللي تريد نيل اللقب لا تنال اللقب إلا ب 11 لاعب، تنال اللقب ب 15 16 لاعب حتى ال 20 لاعب، إذن كرسي الاحتياط مهم جدا. غيابات الآن ما شفناش تأثير غياب 6 لاعبين لفريق مولودية العاصمة، شفنا فريق آخر ولكن ظهر بوجه إيجابي حتى الآن. يبقى الشوط الثاني ممكن يكون تأثير يعني لفريق جمعية شلف في بداية المقابلة، غادي كل ضغط يقوم به على دفاع فريق مولودية العاصمة. الآن كيفية الرد
كيف تكون لفريق مولودية العاصمة. يعني كل فريق يبحث اليوم عن الفوز من أجل التقدم أكثر في سلم الترتيب والالتحاق بكوكبة المقدمة، خاصة بعد انهزام وفاق الصيف ربما راح تفتح يعني الشهية للفريقين من أجل التقدم أكثر نحو المقدمة. والله البطولة ما زالها طويلة، لأن الفريق فريق جمعية شلف أو مولودية العاصمة ممكن أن يرجع في البطولة ويرجعوا في النتائج. الآن دائما نتكلم في هاد الأونة على أن فريق ما يدي يعني البطولة، وهذا شيء غير عقلاني، لأن البطولة ما زالها طويلة. ممكن أي فريق من الأربع أو خمس الفرق اللي راهي متواجدة في سلم الترتيب ممكن أن تأخذ يعني وتنال البطولة. تنطلق طه، ينطلق الشوط الثاني بدون يعني تغيير لحد الآن، يعني نفس التشكيلة اللي خرجت في الشوط الأول. إذن انطلقت الشوط الثاني من هذه المواجهة التي تجمع بين مولودية الجزائر وجمعية شلف. نذكر لمن التحق بنا في هذه الأونة أنه فريق مولودية الجزائر الفريق الضيف كان دخل بالتشكيل الآتي: جميلي، حشود، جغبالة، أقصاص، زغدان، بوشريط، قاسم مهدي، داود صبري، ولي وجاليت. أما بالنسبة لتشكيلة جمعية شلف فدخلت بصالحي في حراسة المرمى، نانا، بدارو، شرشار، عرابة، زازو، سمير، زاوش اللي ترك مكانه لكريم علي حاجي في تغيير اضطراري في المرحلة الأولى، كذلك بنطوشة، حدوش، ملياني، مسعود ودهام. كرة لصالح جمعية شلف، بنطوشة، والحكم السيد زواوي يقول مخالفة لصالح دفاع جمعية شلف. جمعية شلف لم تفز منذ الجولة 18 حينما فازت على شبيبة بجاية بنتيجة هدفان مقابل هدف، وفي الخرجتين الأخيرتين لم تدق طعم الفوز فيهما، حيث عادت بنقطة وحيدة بعد التعادل المحقق أمام أمل الأربعاء وانهزام ضد وفاق الصيف. مخالفة في التنفيذ، محمد مسعود، كرة دائرية من هناك، لا تزال الكرة في منطقة المولودية، والدفاع عن طريق قاسم مهدي يبعد الكرة، لكن سرعان ما تعود لعناصر